صاحبي أول هدف سعودي في نهائيات كأس العالم في موسكو للشباب عام 1985 أمام إيرلندا. محسن مبارك الجمعان ولد في 6 إبريل لعام 1966 لاعب كرة قدم سعودي سابق، يلعب مع نادي النصر والمنتخب السعودي، ويعتبر من أفضل اللاعبين في تاريخ الكرة السعودية، ويلعب في مركز الجناح الأيسر والهجوم، وهو أشهر من حمل الرقم 11 في الملاعب السعودية. واشتهر الجمعان بلقب الكوبرا نظرا لتسديداته اللافة والتي تشابه جسم ثعبان الكوبرا. حقق مع ناديه النصر في الدوري السعودي 7 ألقاب ولقبان في آسيا، وهما كأس الكؤوس الآسيوية عام 1418 وبطولة السوبر الآسيوية عام 1419، وحقق أيضا مع منتخب بلاده كأس أمم آسيا عام 1984 وكأس أمم آسيا عام 1988.